ايه الجمال ده؟ عمرايا واقفه جنبي. انا شايفه ان انت واخد بالك مني حبتين. ايه؟ وحش ده يعني ولا ايه؟ لا مش وحش، بس زياده شويه. عاجباني. طب اقول لك حاجه وتصدقيني؟ وهكدبك ليه؟ اصلك جدعه جدا، عشان ما سبتيش ابوكي والنوع ده انقرض من زمان. لا وفوق كل الكلام ده بقى حته عمرايا. مبروك، الف الف مبروك. ميرسي 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 ميرسي، الله يبارك فيكم. ميرسي خالص، ميرسي. هاي ازيكم؟ ميرسي، الله يبارك فيكم. ازيك حبيبتي؟ احلى عروسه في الدنيا. مبروك يا روح، الله يبارك فيكي. مبروك يا حبيبي. ازيك عامله ايه؟ ميرسي ميرسي خالص. انا عاوزه افهم حاجه، مش كنا عملناها كاتب كتاب ودخله وخلاص؟ لا، في عندك شويه حاجات كده في الفيلا محتاجه تتغير. يا سلام، متغيرة واحنا متجوزين؟ لا طبعا، نو واي. انا مش ممكن اتجوزك غير لما اعمل كل حاجه على مزاجي الاول. اوبا، انت شكلك هتبقي صعبه قوي. انا صعبه قوي فعلا. اسمع لي، استغفرني بس. مفيش، انا من هنا ورايح هاخد بالي كويس. انت فعلا لازم تاخد بالك كويس قوي قوي، وتبقى عينيك في وسط راسك كده. ماشي يا ست. طب بقول لك ايه، انا هجيلك الشركه بكره. انهي شركه؟ أنهي شركة؟ أنت عندك أكتر من شركة؟ لا يعني أقصد أهلا وسهلا بيكي طبعا، تنوري في أي وقت. طب ومالك بتقولها كده ليه؟ كأنك مش عايزني أجي؟ خالص، أنا بس يعني زي ما تقولي اتفاجئت بالسؤال. طب ما تتفاجئش بقى، أنا قلت أقول لك عشان ما تقولش إني اتفاجئت، وما تقولش إني طبيت عليك، بس أوعدك إني بعد كده هطب عليك عشان أقفشك فعلا. إيه؟ بتضحكي على إيه؟ مش عارفة ليه عندي إحساس إن سامح ده هيطلع عين أيتم في يوم من الأيام. نفس إحساسي بالظبط. جايبك هنا؟ تتكلم انت؟ قفل تليفونك ليه؟ كلميني بالليل عشان تقفل تليفونك؟ يا بنت مش وقت الكلام ده، وامي هتصحى. انت اتجننتي ولا ايه؟ مجنونه وبس. بقول لك ايه؟ مش هينفع نتكلم هنا، خدوا بعضك وانزلي دلوقتي. انسى، شويه وهجيلك. مش هنزل. كلم مين يا ولا؟ مين معاك؟ ده التلفزيون ياما، التلفزيون. تلفزيون ايه ده يا ولا؟ التلفزيون مطفي بيتكلم من غير كهرباء. لا ما انا اللي اصلي، انا اللي قفلته، اصل كان صوته عالي كنتش عارف انام. خش انت ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ خشي نامي. تعالي 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 ياما، تعالي. انت تعبانه من الصبح ياما. ايه ده؟ ايه؟ دي الريحه دي؟ ايه فين؟ لا شم ريحه حريمي. لا حريمي ايه؟ ريحه حريمي ايه اللي جاب ريحه حريمي هنا؟ انا شم ريحه حريمي. ما انا نسيت اقول لك، اصل انا امبارح رحت اشتري ريحه رجالي، الواد الله يخرب بيته اداني ريحه حريمي. ولا انت كداب يا ولا، كداب والله. بصراحه انا كداب فعلا. اصل انا عديت على كاميليا. يا دي بوز الفقر، احنا مش هنخلص. اعمل ايه؟ وقال لي خلي ريحه كاميليا تيجي على جتتك. ما انا سلمت عليها اكيد كانت حاطه ريحه في ايديها، جت في ايديا، انت شمتيها، خلصنا. ايوه ما انا ابني كده، عوج وكلامه عوج ومشيه عوج وكذاب وحلنجي وطالع لابوه. معلش اللي ما مره جه وجاب لي حاجه، اللي ما مره شلت في ايدك فتله، معلش هجيب لك ان شاء الله، ولا حتى شبشب زنوبه ولا حتى جلابيه، انت تعبانه طول النهار، معلش هتعملي ايه؟ نصيبك بقى وقدرك. مش هطلع بره. وقفل تليفونك ليه يا ستي؟ بكره هبقى احكي لك على كل حاجه. لا دلوقتي، وعايز اعرف كنت انت ومتولي بتعملوا ايه. مش دلوقتي، بعدين، قلت لك امي هتصحى. لا دلوقتي هنتفضح. الله، ده التلفزيون، يا حلاوه يا حلاوه. ودي قناه ايه؟ الاخبار ولا ما يطلبوا المشاهدون ولا الافلام؟ ابوس ايدك ياما ما تفضحناش، ابوس ايدك ما تفضحناش. اكيد انت اللي جرجرتها هنا، وانت اللي هتجيب لي على الفضيحه. انا اللي جرجرتها؟ دي تفضح بلد دي. فريال؟ اه فريال. هو انا جبت غير فريال؟ هو في كرم فريال؟ لا والله. ولا في حلاوه فريال؟ ولا في طعامة فريال يا اختي يا طيبه؟ ولا في طيبه فريال؟ جوه. صباح الفل يا عم سعيد. يا عم جمال. يا حبيبي ازيك يا عم جمال؟ ابو حميد اخبارك ايه؟ تمام. يلا عشان عايزك في موضوع. والله العظيم انت ابن حلال، انا كمان كنت هكلمك عشان عايزك. اقعد تشرب الاول. هدى ولع. ايوه جاي. مؤمر يا استاذ احمد بتاعتي، وشوف عمك جمال يشرب ايه. لا انا مش هشرب اي حاجه، من لسه رايح الشغل. حاضر، خد يا عم جمال سيجاره. لا انا ما بدخنش انت عارف. اه صحيح انا نسيت. امورنا ابو حميد. بقول لك يا عم جمال، كاميليا بنت خالي كانت كلمتني في موضوع كده كنت عايز اكلمك فيه. والله العظيم ثلاثة انت فيك الخير، بس انا كنت هكلمك في نفس الموضوع بالظبط. طب يصح كده يا عم جمال؟ وبصراحة المفروض يعني ان انا كنت اكلمك انت الاول يعني، بس انا قلت ايه تقول اه وبعدين اكلمك، عشان يعني الموضوع ما يبقاش كلام وبس. وانا قلت برضه اجي دوري، انت عارفني ما بحبش اللف والدوران، وبعدين ما تاخدنيش يعني كاميليا وحدانيه، وانا عايش لوحدي وعايز حد يونسني وياخد بحسي في الدنيا. ابقى انا كده غلطت؟ لا ما غلطتش ولا حاجه يا عم جمال، بس انت يعني شايف ان الوقت ده مناسب انك تتكلم في موضوع زي ده؟ بس هو بصراحه انا قلقت، قلت يعني لحسن حد يسبقني ويضربها، خصوصا اي حد من اهل جوزها. بس الناس دول مش هيسيبوها في حالها، هيفكروا يعني ياخدوها لاخو جوزها، عشان يعني تبقى الحكايه كلها في حبهم، اما لو ما كانش كده هيقرفوها. فانا قلت يعني ما اسيبهاش لوحديها، او برضه وهي بتطالب بحقها يبقى حد واقف وراها جنبها كده يعني، ولا ايه؟ لا قدك العيب، قدك العيب يا عم جمال. بس انا يعني عايزك تأجل كلام في الموضوع ده شويه، عشان الامور تمشي زي ما انت عايز بالظبط. بجد يا ابو حميد؟ اه بجد. وعايز كمان اطلب منك طلب. فين؟ يعني ما تقولش لكاميليا خالص ان انا كلمتك في موضوع زي ده، ما تقولهاش ان انا قلت لك الكلام ده خالص، ولا انت فتحتني في السيره دي نهائي. طبعا ولا هجيب اي سيره، ده انت تأمرني. شوف ربنا، تصدق انا كنت قلقان من رد فعلك جدا. لا ولا يهمك يا عم جمال، احنا نطول نناسبك يا عم جمال. الله يكرمك الله يكرمك يا ابو حميد. معلش انا هتكل على الله بقى عشان اروح شغل. معاك يلا اتفضل. سلام عليكم. سلام عليكم. على الف سلامه. هدى ولعه سك على قهوه. برضه بتنفذي اللي انت عايزاه. وانت رايحه فين انت كمان؟ مش قلت لك تقعدي تتكلمي معاها؟ بقول لك ايه يا كاميليا، احنا مش صغيرين، كل واحد عارف مصلحته كويس. سلام. شفتي؟ عشان تعرفي ان احنا مش بنقول حاجه غريبه، بس انت اللي مقفراها حبتين. يا بنتي هو انت بتقولي لي انا رايحه صد رده؟ ده انت بتقولي حدباتي. على فكره انا لو عايزه اقصيها هقصيها طول النهار وارجع لك بالليل اللي بات في البيت عادي يعني. مره ما تتكلمي بطريقه احسن من كده شويه. انت عارفه ان دي الحقيقه وانا ما بحبش احليها، بطلي طبطبه. يا رب يا رب. احمد كويس انك جيت، تعالى احضرني. ايه في ايه؟ تعالى قابل. هو في ايه يا كاميليا؟ ايه اللي فيه ايه؟ احمد راجل البيت ومن هنا ورايح لازم يعرف كل حاجه بتحصل في البيت. لا يا حبيبتي، راجل البيت عليكي انت مش علينا احنا. في ايه يا بنات؟ ما تهدوا شويه بس، فهموني ايه اللي حصل. الهانم عايزه تسافر وتقعد لي 4 ايام، قال ايه؟ شغل. لا 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 يا مروه، ايه الكلام الفارغ ده؟ لا ما يصحش الكلام ده طبعا. وانت مالك انت اصلا؟ هو انت افتكرت النهارده ان احنا قرايب وجاي تسال علينا؟ وانت مش خايف احسن ساده تيجي تطب عليك وانت عندنا ولا ايه؟ ما يصحش يا مروه الكلام ده، بقول لك. وبعدين انت متعصبه كده ليه؟ قولي لنا رايحه ليه وعشان ايه واحنا نقول لك اذا كنت تروحي ولا لا. رايحه الشغل. خلاص؟ ايوه. الشغل ده فين ومع مين؟ انت مالك اصلا؟ اوعى اوعى. البنت دي بتتكلم كده ليه؟ انت هتسيبها؟ يا مروه يا بنتي استني. منزل عبد العزيز الحلي؟ ايوه. معايا امر بالحجز على الشقه. ايه؟ حجز على الشقه؟ طب اتفضل اتفضل. أنا عايزها تخرج من الشركة ملط عافية. هيحصل يا باشا ما تقلقش. 100 مرة تقول هيحصل يا باشا، هيحصل يا باشا ما تقلقش، هيحصل يا باشا ما تقلقش، ومفيش أي حاجة بتحصل. أنا خلاص ما عدتش طايق العيشة معاها. لا أنت لازم تشوف لك حل يا متر، دي واحدة شؤم. بعدين أنا خلاص هنقل كل تعاملات شركتي بره. طب والشركة هنا يا باشا؟ زي ما بقول لك كده. أنا هسحب كل أرصدتي وهسحب كل تعاملاتي وهربط مع العملاء على كده. عايزها تفوق تلاقي نفسها على الأرض. حاضر يا باشا. وعبد الله ده كمان اللي طلع لنا في المقدر هعمل معاه إيه؟ ده آخر. أنت كده مديله أكتر من حق. هو خلاص قضى المدة وخرج من السجن، يعني ثواب. وأنت لو شغلته عندك هيبقى أي حاجة يعملها هتبقى ضده مش ضدك. بس أنا برضه قلقان مش مطمن. عندك حق أنا عارف، أنت بس سيب الأمور كده تمشي بطبيعتها، لأنه ممكن يكون عايز يعوض اللي فات من عمره، أو من الآخر كده يا باشا ممكن يكون عايز قرشين وخلاص. خلاص اعمل اللي اتفقنا عليه وبلغني بالحرف عملت إيه، مفهوم يا متر؟ بكرة إن شاء الله. يلا اتفضل يا متر. إزيك يا متر؟ تمام يا هانم ربنا يخليكي. خير في حاجة يا سمير؟ لا يا روحي بقى، كنت بخلص شوية إجراءات مع المتر. طب عن إذنكم أنا بقى. اتفضل يا متر اتفضل. مع السلامة. الله يسلمك. مع ألف سلامة. فكرت هتعمل إيه مع عبد الله؟ زي ما اتفقنا هكلم سامح يشوف له أي شغلانة كده لحد ما نشوف هنعمل إيه معاه. طب يا روحي عايزة حاجة؟ أنت خارج ولا إيه؟ هروح الشركة. طب يا حبيبي اعمل حسابك نتغدى مع بعض، عاملاك بقى فته وكوارع واكل انت بتموت فيه. ما تحرمش منك يا روحي، خلي بالك من نفسك. وانت كمان يا حبيبي. باي يا حبيبي. باي باي. يا واطي يا ابن الكلب، هو ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ والدك الله يرحمه انا اعرفه، ولما قابلته لاول مره وكلمته قلت له ان البنك هيحجز على الشقه دي بسبب القرض اللي هو خده، وقلت له كمان لازم تسدده. بس هو بابا اخد قرض ليه؟ ده قرض قديم خده عشان خاطر جواز كاميليا، ده على حسب ما انا عرفت. والقرض ده يعني يجيله بكام يعني؟ هو الحقيقه القرض ده حوالي 100,000 جنيه بعد الفوايد، وده لازم يتسدد من هنا لحد قبل اخر الشهر. انا اسف يا جماعه انا مش هقدر اعمل اي حاجه، لان كان لما عايش كان هو اللي بيقدر يتصرف. طب انا اعرف ان والدي كان عنده 10,000 جنيه في البنك، ممكن ندفعهم لغايه لما ندبر الباقي؟ للاسف لا. انا اسف جدا يا جماعه مش هقدر اعمل اي حاجه، وعلى فكره لازم تسددوا المبلغ وبسرعه، لان كل يوم بيعدي الفوايد بتزيد، النهارده 100 بكره هتبقى 500. يلا السلام عليكم. مع السلامه. عايزين مني حاجه؟ هتاخر على ميعادي. ابقي سددي الكارد يا عروسه. سلام. مروه استني، انا عايزك. هنعمل ايه في كل الفلوس اللي مطلوبة مننا دي؟ هنعمل ايه؟ مروة مروة احمد، اقسم بالله لو قلت لي اي كلمة تضايقني. بتوطي صوتك. لو حصل لك اي حاجة في السفر ده بيكلميني. ها؟ يعني ايه؟ يعني لو رايحة شغل او اي مصلحة تانية مفيش مشاكل. اي حاجة تعوزيني فيها تليفون صغير وهتلاقيني عندك. ماشي. ايه بقى؟ هو ايه اللي ايه بقى؟ يعني عايز اعرف الشغل ده ايه؟ يستاهل يعني ولا هتقضيها؟ والله العظيم يستاهل، والمصحف يستاهل يا اخي. هي مش البت حنان دي شغاله معاكي؟ اه حنان شغاله معايا. امال مش مسافره معاكي ليه؟ انت هتجيب حنان لمروه؟ عندك حق. مش جاب لي جاب يا النهارده. ماشي، انت رايح فين كده؟ عندي مصلحه النهارده، ادعي لي بقى تقضي على خير. ربنا معاك وتقضي على خير، بس بدلتك حلوه شكلها غاليه، جايبها منين يا ابو حميد؟ ابو حميد؟ اه طبعا ابو حميد. طالما مخك جه على مخي يبقى ابو حميد ونص كمان. ونص؟ اه زي قوس كده. على فكره انت ما كنتش بتنزلي من زوري، بس شكلك كده اتغيرت خلاص. لسه اللي جاي احلى. ماشي انا همشي بس ما اتاخرش. بيطمني عليك لما توصلي. ها حاضر، سلام. قلبك على نفسك يا مسهل الحال يا رب. انا جيت. بلا شغل بقى، بلا شركه، بلا كلام فاضي. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ نتجنن شويه. طب ما هو انا مجنونه اني وافقت اتجوزك اصلا. انت من هنا ورايح لازم تسمعي كلامي، وانا مش جوزك ولا ايه؟ لا لسه شويه. لسه شويه ده ايه؟ يلا يلا. يلا على فين؟ عايزنا نروح فين؟ هنسافر. اه ده انت بتحلم بقى. بحلم ليه؟ احلى حاجه في الدنيا انك تعملي الحاجه من غير ما ترتبيها. اي سامح، بس يعني احنا لسه ما عملناش فرح. هتفرق يعني؟ طبعا تفرق. انا لازم البس فستان ابيض، ولازم ابقى عروسه، ولازم صوري تملى كل المجلات. يا حبيبتي عشان تنبسطي احسن حاجه في الدنيا تعملي الحاجه بعيد عن الناس وكلام الناس. طب ومامي هقول لها ايه؟ هنكلمها في التليفون واحنا في العربيه. دي كانت تروح فيها. تروح فيها ده ايه؟ هو انا مش جوزك شرعي؟ احنا مش كاتبين الكتاب. يعني من ناحيه شرعي فهو شرعي. اه خلاص حبيبتي، في حاجات كتيرة لو فكرنا فيها هتبوظ. ادي شنطتك اهي، اتفضلي يا ستي. يلا بينا يا سامح. يلا 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 يا سامح. سامح الموظفين ياخدوا بالهم. الموظفين ايه؟ ما اتفقنا خلاص، انا جوزك رسمي. يلا يلا. قولي لي بس اللي بيدور في دماغك. عايزه اغير الشركه اللي بتعامل معاها. طب والله كنت عايزه اقول لك كده من زمان. عايزه اخد من شركه ماركه عشان البضاعه تبيع نفسها. طول ما احنا مع السكه دول عمرنا ما هنخلص. انت شايفه كده يعني؟ انا ليا اختين، كل واحده فيهم بتشتغل في شركه للملابس والازياء. يعني لو قدرت اخد منهم بضاعه لحسابي الحكايه هتبقى لوز. ساكته يا بت. هي بس حاجه تقيله على قلبي، لكن الشغل ما فيهوش الكلام ده. اللي عايز فلوس يدوس على قلبه ومشاعره وكل حاجه. معاكي طبعا، بتتكلمي صح. بس انت ما تعرفيش، انا ليا اختين من الاب، واحده ما بتطقناش والتانيه بتحبنا وكانت عايشه معانا. انا هكلمها والتانيه دي ما هتصدق عشان تقول لي انها احسن مني. الله بقى، ما احنا لسه قايلين مالناش دعوه بالهبل ده. احنا يا بنت الحلال نشوف مصلحتنا فين ونمشي وراها، غير كده مالناش فيه. عندك حق يا بت، انا هكلم الاتنين واللي تغمز نشتغل معاها. ده انا هقوم اروح لميرا حالا. ها طمني يا ابو كرمه، ايه الاخبار؟ كله تمام. نص ساعه وتيجي معايا عشان نمضي ورق البنك ونحول الفلوس باسمك على حسابك الجديد. بعد كده ناخد المبلغ اللي احنا عايزينه وتروح انت مشوارك وارجع انا على هنا. كويس. وحشتيني قوي يا منى قوي. يا كدابه كدابه، من ساعه ما سبتينا ولا سالتي على حد فينا. انا اسفه يا ستي، انا عارفه ان انا غلطانه. براحتك يا ستي، هقول لك ايه، ما هي اللي يقعد في العز ده ما يفتكرش حد خالص. بس عليك يا منى، وانا وحشه قوي كده؟ لا طبعا، بس الناس بقت كده ما بتفكرش غير في الفلوس. الا انا يمكن. وانت جايه تزوريني ولا جايه تبكتيني؟ انا جايه عايزه مصلحه. قولي كده بقى عشان تعرفي بس مين فينا اللي بتاع مصلحته. ماشي، بس انت النهارده هتتغدي معايا. لا مش هينفع اسيب البنات خالص. لا هتتغدي معايا، يعني هتتغدي معايا. قولي لي بقى ايه المصلحه اللي انت كنت عايزاني فيها؟ بصي يا ميرا، انا عاوزه اشتغل. عايزه تشتغلي فين؟ عند عمو سمير. عمو سمير؟ ايه الحياه بقت بيس قشطه؟ ده يا راجل طيب قوي والله. وابنه ايه؟ لسه لازق برضه؟ تخيلي، بس هو كمان طيب. بصي يا ستي، انا عايزه اشتغل بس مش في الشركه. انا سامعه ان منتجاتهم في السوق سمعتها هايله. انا عايزه اخد منهم واشتغل لحسابي، بس معيش فلوس. يعني ايه؟ يعني اخد على النوطه. والله يا منى انا ما بفهمش في الحاجات دي الصعبه دي، وانت عارفه ده كويس. وما اقدرش اقعدك مع عمو سمير. بس تقدري تقعديه مع مروان، صح؟ ايوه، بس في مشكله. ايتن بتكرهنا كلنا، ما بتحبش اي واحده فينا. مش عارفه لو عرفت موضوع زي ده ممكن تعمل ايه. هو مش مروان ده يبقى ابن عمو سمير؟ خلاص، يبقى هو الجوكر. انا هاخد عنوته بس هسدد. وبعدين بكره تعرفي ان اختك دي هتبقى اكبر سيده اعمال في مصر ان شاء الله. يا حبيبتي انا متاكده انك هتبقي كده واحسن كمان. طب هتردي عليا امتى؟ بصي احنا هنتغدى دلوقتي واسحب لك الواد مروان ونخرج معاه ويقول لنا على كل حاجه. حلو، اسحب لك دي. قولي لي بقى البنات عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ زي القرود. وكاميليا؟ كاميليا دي عبيطه، مش قادره تفهم ان اللي لازم يعيش في الدنيا دي لازم يعيش فيها زي الاسد. الهانم عايزه حضرتك. حاضر، عن اذنك يا حبيبتي. اشوفها عايزه ايه واجي لك على طول. ربنا يستر. تعالي هنا. في ايه يا ماما؟ البت دي بتعمل ايه هنا؟ جايه تزورني. تزورك؟ انت كلمتيها ولا ايه؟ لا يا ماما، هي اللي كلمتني. هي عايزه ايه؟ انطقي، من عارفه ولاد سميه دول. ماما دي اختي. لا، انت مالكيش اخوات غير ايتن وبس، انت فاهمه؟ لا يا ماما، انا ليا اخوات تانيين وبحبهم ويجوا يزوروني في اي وقت. طب ايه رايك بقى اني هشتمها واطردها؟ لو عملت كده انا همشي معاها يا ماما. انا كمان عزمتها على الغدا. تبقي اكيد اتجننتي. لا ما اتجننتش يا ماما، انا ليا اخوات وعشت معاهم طول عمري، واللي بيني وبينهم اكبر بكتير من اللي اي حد ممكن يتخيله. ماشي يا ماما؟ ناقصني ولاد سميه دول كمان، حاجه تقرف. عادل. كاميليا ازيك؟ منوره الشركه. شركه ايه؟ دي شركه عظيمه. هو انت عرفت العنوان هنا منين؟ الواد متولي هو اللي قال لي وانا جيت. بس ايه الروقان اللي انتوا فيه ده؟ هو انت جايه تنق علينا بقى ولا ايه؟ يا عم نق ايه؟ ده انا في مصيبه صوت. مالك؟ فيك ايه؟ مفيش حاجه، بس فين احمد؟ احمد موجود. تعالي اتفرجي على المكتب العظيم بتاع عادل بيه عقبال ما يجيلك احمد. مكتب عظيم يا انا حاسه ان الطرقه هتطلع. اتفضلي يا كاميليا هانم. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ عجبك؟ عجبني، ده تحفه. ده انا كان المفروض ابارك لك على الوظيفه الاول. والله انت انك شرفتينا، دي حاجه مهمه يعني. انا مبسوطه قوي انك هنا يعني. مبروك يا عادل. قول لي بقى، لو احمد مش فاضي وانا هعطله، انا ممكن اجي له اي وقت تاني. انت مش معطلانه عن اي حاجه خالص، بس يعني انت تشرفي في اي وقت. واضح ان الشركه دي كبيره قوي. هي كبيره فعلا. احمد كان قال لي ان صاحبه غني، بس انا ما كنتش فاكراه للدرجه دي. صاحبه؟ هو صاحبه غني قوي قوي قوي، يعني حاجه يعني فوق الوصف. بس تعرف يا واد عادل، انا لو كنت اتوظفت من ساعه ما اتخرجت يعني في شركه زي دي، كان زماني في شركه اكبر من دي 100 مره. انت هتقرعي بقى كمان يا شركه ايه اللي تبقى اكبر من دي؟ ليه يا عم؟ انا مش اداب انجليزي انا ولا خدمك معايا. هو انت اداب انجليزي؟ ايوه، ما انا عارف ان انت اداب انجليزي. ما انا مش عارف، انا متربي معاك يعني. طب ما تشتغلي معانا هنا كمان. يا سلام بقى، وهم هيوافقوا؟ هم مين يا كاميليا؟ البدله دي مش مقصره فيكي في اي حاجه خالص. احنا هنا اللي بنقول مين يشتغل ومين ما يشتغلش. وبعدين احنا اكيد محتاجين واحده بتتكلم لغات، وانت ايوه وانت اداب انجليزي يعني. وزياده عن كده ان احنا اكيد محتاجين واحده جميله جدا جدا تكون معانا. انا اسف، مش قصدي حاجه والله، اسف. بتتأسف ليه؟ هو انت شتمتني؟ ده انت قلت لي كلام جميل انا كان نفسي اسمع زيه. بجد؟ طب انا ممكن اقول كلام كتير تاني اقول. ما خلاص يا عم بقى، احنا هنقعد نهزر. يا عادل قول لي انا دلوقتي هقابل احمد ولا هيتنك عليا ويعمل فيها بقى موظف مهم بقى اروح؟ انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي كمان، اهم شخص في الشركه دي اللي واقف جنبك ده، يعني اروح انادي لك احمد، خليكي عندك لحظه واحده. يا عادل فين؟ تروح فين؟ أنا هوصل مشوار البنك كده بسرعة وراجع على طول، اعمل حسابك نروح أنا وأنت النهاردة نقابل الرئيس ماشي؟ استنى بس. إيه؟ كمال يا بره. كمال يا مين؟ بنت خالي؟ ما بنت خالي أنا. وعايز إيه دي؟ نصيبة لا تكون فاكرة إن أنا هدفع لها الفلوس اللي عليهم. بقول لك إيه؟ اتصرف معاها، قول لها أي حاجة، قابلها أنت. استنى بس يا عم راح فين؟ ده عايزاك أنت. يا عم قول لها إنك ما لقيتنيش. استنى بس في إيه؟ أنت إيه موضوع الفلوس ده؟ قول لي يمكن أعرف أتصرف. خالي كان واخد قرض من البنك عليهم 100,000 جنيه، يا يدفعوا يا يخرجوا من الشقه. طب ايه المشكله يا احمد؟ ما خير ربنا كتير، ما تدهم لها، عنده قرايبك برضه. ادهم لها ايه؟ انت عبيط؟ بقول لك ايه يا عادل، طريقتك دي مش هتنفع. اللي يصعب عليك في قرك يا صاحبي. وبعدين كماليا دي مشاكلها كتيره، مره قرض البنك، مره الورثه بتاعت جوزها، وشويه كمان هتخش لنا في الخطاب اللي بيقعوا منها. انا مش فاضل مشاكل كماليا دي، فاهم ولا لا؟ غريبه قوي، انا كنت متخيل ان هي قريبه منك وبتعزها يعني. انا ما بعزش حد، ما بفكرش غير في نفسي وبس، فهمت؟ يا راجل اصل انا قلت لها ان هي ممكن تشتغل معانا هنا يعني. انت مجنون؟ تشتغل فين وايه؟ ما انا شكلي اتدبست بقى، اتصرف انت. ماشي يا عادل، ماشي، اشوف اخرتك يا كاميليا. تعالى تعالى نشوف. تعالى بس، ما اعرفش انت بتنرفز ليه يا جدع، تعالى بس. سوري اتأخرنا عليكي. يا ألف أهلا وسهلا. إزيك؟ منورة الشركة كلها يا كاميليا. أنت إيه اللي جابك؟ قصدي يعني ما اتصلتش بيا ليه بالتليفون وأنا كنت جيت لك على طول على البيت بالليل؟ ما أنا بكلمك كتير على طول تليفونك مقفول. وبعدين كنت عايزة أكلمك في موضوع الشقة بتاعتنا والمشكلة. كاميليا أنا مش عايزك تقلقي خالص، طول ما أنا موجود أنا مش عايزك تشيلي أهم أي حاجة. وبعدين انا فهمت عادل هيعمل ايه مظبوط. عادل مين انا؟ ايوه هو فهمني فعلا. بقول لك يا كاميليا، عايز اقول لك على حاجه. انا اسف يعني، انت عارفه انا هقول لك كلام مش عايزك تزعلي منه، بس انا فعلا لو معايا فلوس انا كنت هدفعها لك على طول، انما انت عارفه زي ما قلت لك ان انا شريك هنا في الشركه بمجهودي. لو اتصلت بالشركه وقلت لهم انا عايز فلوس دلوقتي هتبقى شكلها وحش، ولا انت شايفه ايه؟ انا عارفه وانا مش عايزه احرجك، انا متاكده ان لو في ايدك اي حاجه مش هتتاخر عليها. كويس قوي ان انت عارفه كده يا كاميليا. يلا بقى، تحبي اوصلك على البيت في طريقي؟ هو انا كان في طلب كده لو ممكن تعمله قبل ما تمشي. طبعا وامري. عادل كان قال لي انه ممكن تشغلوني اي حاجه عندكم هنا في الشركه. انا قلت لاحمد وقال لي تمام. ما انا قلت لك تمام. وطبعا دي حاجه تشرفنا طبعا يا كاميليا، ده انا متفاجئ بالخبر ده. طيب خلاص، انا هسيبك انت بقى وعادل وتشوفوا ايه اللي ممكن يحصل، وانا اروح اشوف شغلي. اوكي. عادل، عايزك تختار احسن مكان لكاميليا وتعينها فيه، ولا اقول لك ما تخليها معاك في القسم عشان خاطر انا كمان مطمن عليها. ماشي. مبسوطه كده؟